شهد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. يأتي هذا ضمن حزمة من الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والاتحادات الإقليمية والنوعية حول دور منظمات العمل الأهلي في المرحلة القادمة والقضية السكانية وغيرها من الموضوعات المطروحة. عملنا وثيقة لتنسيق جهود العمل الأهلي ب40 جمعية ومؤسسة من العاملين في محافظة بني سويف، مأدية بشكل كويس جدا ونسقت العمل الأهلي، لأن فيه وبشكل واضح جدا في مهام شديدة الأهمية تستدعي ان احنا نتظافر في العمل سويا، كل الجهات العامله في الدوله من مجتمع مدني وحكومه مع بعض. دارت النهارده لقاءات حول عدد من رؤى المواطنين وممثلي الفئات المختلفه داخل المجتمع السويفي حول القضايا اللي مطلوب ان يتم طرحها على مؤسسي على لجنه الحوار الوطني ومجلس امناء الحوار الوطني. ناقشنا النهارده يعني وشرحنا للحضور محاور الحوار الوطني، سواء المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي. تحدثنا مع الحضور النهارده عن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، تحدثنا عن الانجاز اللي تم في المرحله الماضيه وهو قمه المناخ واللي نجحت مصر فيه يعني استضافتها وكان لها نجاحات كبيره. تحدثنا ايضا عن القضيه السكانيه، سواء ارتفاع معدل النمو السكاني او انخفاض خصائص السكان او سوء توزيع السكان.